بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. أقولكم المتوت علمت علومة جديدة. أقولكم تسوي صوت شرات صوت الغراب. والله العظيم من حجرتي توني أسمعها قاق وقاق وقاق وقاق. والله بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في وين؟ أنا وين صرت؟ تحرر الحلم؟ طلع أبوي ولا بحلم ولا شيات؟ قلت صوت القراب. شفت والله عليكم مقواه القوالي في الدنيا كلها فيها. سلام عليك ابوي، صبحت الله بالخير. والله مليون مرحبا بالزي. هاي ما اقول لك الزي ما شي شراته يعني. ابو انا ابو كله واخذ الوكاله مالته هذه، لو ما اخذ الوكاله ما بدي حتى الصبح ومسهل كذا. سمعت والله عليكم تحروني يمزح. والله ان هذا صوته غير صوت غراب. بسم الله. أنا في وين؟ أنا في الحير، أنا في البواطن. أنا لا في الحيور ولا في البواطن ولا ما شو أنا في وين؟ شو هذا؟ هي والله بسم الله. وين صرت أنا؟ عيد عمري البارحة أبوي بايت في بيتي، طاروبي ودوني شرق ولا غرب. شو استوى علي؟ هي والله غرب الله تثاثم تتجلب. كل يوم شيء جديد، كل يوم شيء جديد. لا وتسوي حس شرات، حس الياهل شرات، حس الياهل تسوي. والله أقول لكم هاي اللوزة اللي شفتوها قبل مدة ما شاء الله تبارك الرحمن قادي طولها شبر ونص، كملت الدهر، كملت لوزة، لوزة بيضة هذه من لوز الأبيض. أعطينا إياها بيت إيران هاي الله يحفظهم إن شاء الله. ورقتين من سنتين ولا طاعة الثور، يوم حين نزلتها في الأرض حينها خلال شهر ما شاء الله لين المحزن شوي وصك بين صدرية. والسبب شو؟ بتتنزل اللوز أي شيرة تتنزل في الأرض تشيخ تشيخ وتغني هالين. هي بلقى أقولكم حلو بارنس سهر بالي عند هالمتو. هي والله أنا في الفجيرة، أنا في رأس الخيمة، عيدني بايت وبضبي لبه الفجيرة ورست راس الخيمة. هاي اللي بقاع ما شاء الله فيها اللي فيها مزارع وفيها نخيل وهذا، فتتكود فيها الغربان يعني. حتى ابو ظبي حين الغربان وايد ما شاء الله، حتى ابو ظبي لو البقعة اللي فيها الغراب عرف ان ابوي فيها فواكه وفيها طيور وفيها خير يعني. ما عليك اللي يقولون والله الغراب دليل شؤم، ما كلها طيور، طيور من طيور الله سبحانه وتعالى، الله خالجنها. أنا أبو غراب، لا غراب بوذيل، بعد شيء غراب ما بوذيل، أنا أبوك غراب بوذيل أنت غادي، هي غراب بوذيل بعد شيء غراب بدون ذيل، والله وصفهم الأولي بعد شيء غير رمونة، بسم الله يعني ينقز غير غراب بوذيل، هي غراب ما في ذيل، استوت الدنيا كلها الغربان، كلها الطيور فيها ديول، بعد شيء غراب بلية ذيل. ايه بيكون كان متضارب ويا رباعته ومتضارب ويا رباعته ونادفين ذيله جايينكم. هي لكن الغراب بلي ذي ما شفنا نحن في الدنيا العوده، اي بلاد كل بلدان الله فيها غربان، ما شفنا غراب بلي ذي. تشوف دياي بلي زنبيعه شرات هذه، هاي يكون متضارب ويا ربيعاته وندفن زنبيعته، غراب بلي زنبيعه. لكن غراب وذيل والغراب بلي ذيل ما يستوي، الغراب كلهن الغربان بديول. غراب ما يجي لونه الأسود، لونه أسود غير لون الأسود ما يجي سبحانك يا رب. هي والله ولا فصائل وايد أشكالهن، لكن غير اللون الأسود ما يجي قدرة قادر. لكن في الوفاء حق العلاقة الزوجية ما شيء، لو يموت الذكر حرمت أبويه ما تاخذ غيره أبدا. يدافنون بعضهم ما بعض جريته. وحتى في حياة الرجل لو بي حد قربها تمت تضربه بيناحها لين ينفد، تصب لعينه تكسر ليناحها تكسر له رقبته. المهم ما يقربها ان ياها واحد بعد طفس ولا شياته. والله العظيم رمسكم من صدق. والغراب يميز الانسان الجيد من الانسان السيء، عند حاسة من الله سبحانه وتعالى أعطنا هالحاسية إنه يعرف الإنسان الزين من الإنسان الشي. قدرة قادر، قدرة قادر.
شو بقولكم؟ بسير انا عندي بسير انا افتكيت منه ما افتكيت من اللي ياكل. اقولكم ويعرف الانسان العدل من الانسان المايل. هي والله القطه يظهر اصوات مزعجه من يشوف منه الانسان المايل. اقلب الوقت يباغم ويزاعج قاق وقاق وقاق من يشوف الانسان الضال عن دربه. من الله هذا الشيء سبحانك يا رب. ما احد في الدنيا اذكى عنه. صباح الخير شامبي. السلام عليكم. كيف حالك؟ رقم واحد اليوم كل شنفار لازم يريد غنية. هي غنية جديدة من الأغاني رقم واحد. هي لازم فيها الأروه. متى؟ هي اليوم بترتب التنور. هي بارك الله فيك. شكرا شكرا يا شامبي. جايبين لنا تنور بنرتبه اليوم حافر الحفيرة. أجلس أنا وثلاث أنفار فيها من كبرها. بيسوي له صبية باسكو، بيسوي له حصى، بيسوي له كنكري، ما أدري شو بيسوي له، بيسوي له أشياء وايدة. قال بابا أنا بتصور هالنمونة التنانير عندنا، قلت توكل على الله. هو طرش لي معلومة، واحد ولا وحدة ما أعرف والله. أقولكم المعلومة إنه والله المتوه يوم يشوفونها الظهر تتعلم ألفاظ مبزينة نشوا وحطوها ويدي جاي أدبوها. تنش وتسوي حق عمرها برمجه، تتبرمج من يد ويدي تنسى الرمسه اللي ما بزينها هيك كلها. وينشون يحطوا، قال لي والله حط المتو كان تباها تتعلم يحطونها عند العرب وبتتعلم عربي، لكن انت ما تبغى تجلس داخل عندك في البيت بتزعجك، حطها عند البشاشير ويا العمال في المطابخ. والمتو عاد الدم ضروسه وسمها الدخان. قلت له بوي المطابخ نحن دومها تنبخ الضيان تنبخ 24 ساعة في المطابخ، وريحة الصهوار والحريج والحماس والبزرات والجهوة القهاوي هذه كلها انت حين نصحتني وتقول لي حطها في المطبخ. انت عطيتني معلومة ان المتوه اذا حطيته بويه بيدي اي تبرمجت من يد ويديد وتعلمت ترد تأهلها مثل التليفون او انه يسوي له سوفت وير. وحطها نصيحتي لك حطها في المطبخ. قلت له زين يا الخبير يلي اولك خبير، انت نسيت ان المطابخ فيهن ابوي شعاويط وفيهن دخنات، بيسكر فقير وبيموت بيغدي. الحين ما بطير صغير متوعود كم مكبر هذا ذراعين طولها، وين بحطها هني في بيتي انا؟ حلو بتجل بالبيت وقت تحت ايش علي اسكنت؟ لا انت متوا حالك سمعتني ونزل عليك وحي النصايح. متى وحارك حين انت اللي سمعتني ونزل عليك وحيد نصائح؟ حد بالعرب ترى لو يشوف ادم يرمس يبى يظهر غلطان باي طريقه، يبى انت اصبر شوي توني مصور هاي المتو توني ما وحالي زين قول شيء، قول غاوي، قول زين، قول شيء، اي معلومه. ترى حد من الوادم هاي الناس السلبيه، هاي الناس السلبيه تحملوا منهم. ان شافك خد سياره، انت خدت انت سياره خلاص الحين دفعت جيمتها، خدت السيارة دفعت جيمتها وخليتها في قدام بيتك. ليتك ما أخذت السيارة هذه، ليتك ما أخذت السيارة هذه، فعلت وتركت خلاك تبغضها، ولا بنيت ولا عدلت ولا سويت خارطة عند استشاري. ودرت كل استشاريين ما صرت إلا هذا أبوك حد يصير، صاروا للفلانيين والعلانيين وما نفعهم. زين ذاكر وخلصت وحجزت فنادق ودنيا، البلاد السنه الفلانيه هذا ما استوى على الفلانيين واستوى عليهم الشيء الفلاني. خلاك تتروع تعيش في رعب وتخون عن السير كامل. هي والله يا حد بالعرب خطبنا البقعه للبنت الفلانيه حق ولدنا، قلت بكن لبنيات ودرتن البنات ما زرات السعر والوعد والوعر، ودرتن البنيات كلهن خطبتنها. انتم ما تدرون منو هاي امها، ما تعرفون هي امها جايين من البقعه الفلانيه فيهم العرج الفلاني وجايين ابوي من الدار الفلانيه من سنين ومتدايرين في البقعه الفلانيه وخذها فلان ويابت من العيال، وهذه بنت الولد وخالته تراها. ما تعرفون منو خالته؟ انا ابو حرمه اعرف خالته يلا بالستر، هذا مثل ما بليتوا حين ولدكم فيها، ما تدرون خالتها؟ زاغت الحرمه يلا بس منو خالتها؟ خالتها منو طريف، منو طريف؟
نيم النوطري، قال من النوطري في اللي شارد ليش سموها طريف، شارد ويا الدريف اليماني، شارد ويا الدريف اليماني وانجلبه ابوي عدال طريف. عند يوم وصلوا طريف انجلبه واحترقت السيارة مات اليماني ويوها الشرطة وشد احترقت كشتة ولا لا 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 لا. تظهروا قصيص من 40 سنة ونشأت ابوي البنية وخانة وما اخذوها. بس هاي حياتهم، هذه حياتهم ابدا. زين ياهم ريالي خط تجوزونه، هذا ابويك الدعم وجت النفرين دي صام ودفع الدية ورب العالمين غفور رحيم. شو يعني ودعم نفرين وما كان صغير دعم ولا يوم كان كبير؟ دا الحادث قضاء وغدر، حين ما بيمشي هو يلطم اللوادم حادث. حد من العرب أقولكم لو بيشوف لو بيشوف أدنات الدون ما رامي يوده. حين أبو البطن أبوي شال عيش ولحم، بس هو حين أبو بس البطن شال عيش ولحم، ما فيكم من يود السد، ما فيكم من يستر على أخيه المسلم. الستر زين حين أبو خذوهن يوم الله راد لهم الستر، خذوهن من بيوت من تحت عديد، من تحت عديد وتحت طبول وستروا عليهم، وكان أبوي جايبات العيال والحمد لله بخير وسعادة وعايشين عيشة في كل دار في كل بلد من بلدان الدنيا العودة هاي كلها. مش غلط اللي كانت شرق واللي كان غرب واللي كان الريال فعلت الفلانية وعدلت الحرمة واللي الحرمة الماي عدلها الريل، مش غلط. شو المشكلة زلتن عادية ولا زلتن كبير؟ رب العالمين غفور رحيم. يعني أبو أنت يا البني آدم ما تنسى يعني أبو بتظهر يدها من وين ياي، بتظهر يده من وين ياي ومتنتي، هذا في العلج الفلاني وهذا خالة الأول سواها النمون. ليش مشو ليه متى بنتم على هالمنوال؟ ليه متى بنتم على هالحالة؟ إلا قال وقيل وفعل وترك، فلانة سوت ويدها كيايم يا لا لا لا. شو الكالف هذا كله أبوي فرقابكم اللي تظهرون الشيء المستور، فرقابكم إلى يوم يبعثون. نعم ها كل فرقابكم. اللي عنده معلومة كانها زينة يقولها، شيء اللي فيه سوادوي وفيه علوم الرديئة لا يطريها. خلاص كل أرض شربت ماها رب العالمين غفور رحيم. مو معانا بصورة خالية هذا أبوي غراب وحال على ياسمين. اي جود مورنينج، صباح الخير. Why you walk like that? Because I want to open the curtain. Why? You make me afraid. I make you afraid? Yes. لا والله. I didn't see you. It's darkness, sir. صباح الخير ابو محمد. اسمعك تطري الغربان. شكلي فيك هبايب وانا ما اعرف. هذه هالخوات مبوي كلها مره طالبه عليك شيء ولا شيء؟ حاضرين. تبان نوصلها لك منوصلها ولا تبلغ رابي يبلك؟ حاضرين. انت ارقد بس وتلاقي اللي يعيبك تحت المخده. امر يا ابو محمد. حياك تنقى انت ومتابعينك. حاضرين لك يا ابو محمد حاضرين. ها كل شيء فوق عن الزين زين. هي يا ابو محمد. ها امر كبس. وكانت بزود ترى موجود. حاضرين يا ابو محمد حاضرين. نعم. ها صلاح. ها 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 مرة واحد يقولون ها 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 ثلاث مرات. وين التحيلة؟ أدري شو أخرك لين الحين الساعة 9. يعني كم يبارك لين توصل؟ يا ربي. ها شو؟
انا ما بزعلان لكن لا تاخر وايد اللي وايد تاخرت. شو رطوبه ضبابه ما شيء مشكله حبيبي ما علي تم ما شيء مشكله برايك يلا ترياك. اقولكم بالله عليكم شفتوا هذا المطر اللي مطر اللي اي ها انو ظنكم طالت عماكم ريال داقل له امس العصر تليفون واليوم داقل له تبوي حين هذا الوقت ما بوقتك انت هذا وقت ابوي العرب اللي اسولف واضحك وياهم حين انا بخبركم عن هذا المطر اللي مال قفه مكبرها ختم كلهم مال هل بالزيارين وهل بالمواد وهل بالجنان قلت لابوي انا ما في ابوي جن قال لي ما في جن ما يرمس عن الغربان ما صباح الله خير ما رمس عن الجن الا ابوي انت عن الغربان الا فيك جن حسب اضطر اشيلك ابوي ختم يا انك تينا تاخذهن زين او ان نحن ندبهن لك اليوم خلي غراب يحطهن تحت باطه ويبك اياهن لين حجرك وتحت فراشك تلقطهن قرب الله تهديد قوي كله خربان وماذا ما قلت شو سوى شو سوى أخ عليك يا صلاح أخ عليك ما يشوف ما يشوف يعني أنت شبيت الغسول على أوراقي أنت ما تشوف البيزات تشوفن والبوك تشوفه ما يعرف عربي بعد شب الغسول يبقى عربي وإنجليزي إيه لا حول لا قوة آمين حوي بتيلس مكاني ولا شو وين تبقى دهوا وي اشوف لا هوس على هذا ها ها ويعه بعد قول اجيت الى الدهوا يبن الدل يبن الدل حق صلاح متصوع الحقن علينا ما بالكلام فالكلام يقول لك رد لا تتكلم هناك ويا عيال عمك تعال ياي ويزح حسن الله وين صرت اليوم وين جيت يا بن القهوه يا بن الدله يا بنها يا بن الدله ويا بنها لا خلص كعكة ما يبالك سلام يا بن القهوه هو يلا الحين الدله ويا ابوها حينه وحين بتقهوه بتفنيت يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الحقي عليه متصوع الحقي عليه لحق على صلاح الصوع ليه في الدنيا من الصبح للحين كم فنيات قهوي واحد عمنو دردع الدله هذه كلها انت لا في انت شو بعد تيكا ما تعرف تيكا هاي الله اكبر عليك ثانك يو قلت له ثانك يو صلاح ثانك يو لا انت قولها ثانك يو قالو وين سايرة؟ خلاص؟ صحن صلاح؟ هنا وين ودي؟ شوفي جب طاح تحت؟ لا ها لا باي يا و... وين راح؟ خلاص ليش تجي بسرعة؟ جموشو وين؟ أنا بيوز أبوه أنا ما تجلس عندنا هالزمان بس سلام المشكلة ليش شو المشكلة؟ بس خلاص يلا مع السلامة شكرا مع السلامة يلا سير برايكم سير بوي ما بقاهر لنا هالزمان هذا طارت عماركم تنور يجلسون فيه نفرين سوينا لحفيرته هذه القاعدة ارتفاع تقريبا اي متر وربع تقريبا زين هذا طارت عم صفينا الباسكو تحت وهذا نزل داخل تروم ما تروم بس خلاص خلي عين زين بنرويكم خلاف طريقة التنزيل وش قال بيخدم التنور وش قال بيلوصة وش قال بيخدم كل هالأشياء هاي بنرويكم إياها إن شاء الله هذا التنور يشل تقريبا عيل يشل عيل من الكبار ويشل عيلين أمهات 3 شهور وأربعة يشل تقريبا ما يقارب 5 إلى 6 ذباح حق تنور كامل يعني شوي ويتنزل في جدر بذبيحتين حق هريس يشل يعني فيه 4 تمنن تقريبا حب
تقدر؟ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركة الله. ايوه هذا النور واحد، هو واحد واحد رصاص ما شاء الله عليك. هي هذا بنرد الحين دور ما داره، دور ما داره بيتركب بعد طابوق من هالباسكو. وحده هنتي وحده هنتي وحده هنتي وحده هنتي لين يخلص، وبنسويه وبنعدله وبنرويكم طريقه خدمتنا خلافها. هالنمونه شوفوا هذا كله خلاف على الطوايل عاده. بنرويكم من يخلص الموضوع كامل، بنسوي لكم اياه تصوير كامل ان شاء الله. الله اكبر واعظم. النور ما يبزود عباله عندك يوم عامل هبريح يضرب ثلاث اربع اشياء قامه ويرد ويدكنه بكنكري ويرد يصبب ويصبه ويعدل من باسكو وحصاه وطابوقه طابوقه باسكو وحصاه حصاه طابوقه باسكو باسكو وطابوقه وحصاه والدنيا مطرج. والله غديلك يفنى الدهر وهو ما يدفى ما يفنى الدهر. لازم ترفعه عن الرمل، ما يكون يدق التنور الرمل وايد ضروري. السبب عسب ما يتواكل، ترى حديد حديد والدايم شديد. دوم أخبركم عن النواتق الجديدة، ودوم أخبركم عن الأشياء الفنانة والأشياء اللي ماشي شراتها، وكل شيء موجود عندي ويعلن عنه كل زين فوق عن الزين. إن شاء الله بنرويكم الحين منتج أكيد منتج زين، أكيد منتج زين. بنخبركم نحن مشوا هالمنظر الحين. أوكي شكرا. بنخبركم عن الموضوع، الموضوع طالت عماركم. الاجتهاد وايد جميل، والإبداع يوم يكون في اجتهاد وفي ذوق رفيع وفي دراسة مبدئية بخصوص المشاريع المنزلية. الله يوفق، ويوم بالأخص إذا يكون فيه إتقان في العمل. فاليوم جايينا، أنا مستغرب من اللوادم اللي تأخذ من البراندات العالمية، ما عليه هذاك شيء وهذا شيء آخر. الإنتاج المنزلي للتاجرات سبحان الله. أنتوا يعني شوفوا حين، أنتوا حين بتشوفون هذا الشيء في دمك ما بتهوله. هرم هرم شوكولت، هرم من شوكولت، وهذا كرانشي بعد من غير، وهذا عادة. أوه هلا أرويكم الحين شوي، برد بعد شوي بشرح لكم. هذا برواز الشوكولت. ها 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 شفتم الله عليكم فريد شغوي زمانه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أقولكم إبداع، شيء إبداع ابداع ابداع. هاي يسمونها عاده حلاوه الشوكولت بطعم الهمبه والشوكولت وخالد من شوكولت والهمبه الخلفيه. شفتوا ما شاء الله. انزين فحين طالت اعماركم يوم يقول لك ابداع، فيطرون خدمه البنات هاي او المشروع المنزلي اللي تشوفون حد جاي لنا القايله. الوقت الفوايل والهدايا الجميلة مش لازم الصيان اللي من ذهب وفضة وكل صنية كيس كبرها، لا، في أشياء خفيفة لمناسبات. مودي مسير على حد في مكتبة عندك اجتماع وياه، ما تصير تترقرق يد قدام ويد وراء، لا، تصير شاد صنية هالنمون شيء فخم، هالصنية الهرمية. المجهود اللي اجتهدنا بناتنا وشبابنا بارك الله فيهم، هذا المجهود يشكرون عليه، لأن إتقان وخدمة يدوية مش خدمة مصنع، خدمة هاند ميد، وهاند ميد من أنامل بنات شاطرات هبات ريح بناتنا. فلذلك وبعد وشال وبتشل اللوحة هذه ضروري ضروري بتسير على حد تحط لهم اللسن لك تحمل وعاد تحطون صورتي، حطوا صورتي اللي بتسيرون عليهم بتغلي حركة جميلة يعني فنانة. ايه والله على حسب اللسن. فوايل بتودون صاحب صديق مرابي مخاتيم ملكة عرس هدية شرق غرب حد مترقي حد محصل اللي هو صنية مثل هذه غير مكلفة وهاند ميد وجودة عالية، فيها الشوكولات وفيها البستاشيو وفيها الكراميل. ولا تقول لي اي شركه بتروم تاخذ هالافكار، ان اخذت فكره المنظور الخارجي ما تروم تاخذ فكره المحتوى الداخلي. خلطات خاصه في بناتنا، خاصه بعيالنا، وبترخيص من الوزاره من الدائره من كل الجهات الرسميه، واتقان اكيد طعم غاوي. يعني تعمل كل يوم بهالنمونة مو بيضعة.
هذا تختم ولا ترمس ولا تتنسخ ولا وانت مغمض وانت مغمض وانت مغمض ابدا ولا تعطي لا حد ولا باطل ولا تعطي في الشوكولات عواره. وهذا بعد ممكن هذا كرانشي نوع بوي بالشوكولات الابيض والنوع الثاني بالشوكولات البني. ما شاء الله عليك والله يا ابوكم جنان. كل اشياءهم حلو كل اشياءهم حلوه بالاخص هذه عليها. يا سلام سلف ما شاء الله عليك يا ابو محمد تبارك الرحمن تبارك الرحمن خير الخالقين. والله يا ابوكم صورتي وحنمونه اي والله والتصوير وقف لكن ابويا ما هان علي اني ما اعطي هذا الهرب حقه يعني هذا علي بتصير عند ناس غاليين ناس غاليين ما تصير يد قدام ويد ورا لا لازم يعني والله انا فنان اللي انتم ما تدروا بالطعم اللي ما تدروا بالطعم الشكل في منتهى الروعه والاتقان ولا والطلبي تطلب الطلبي اذا ما يعزلكم العيام مالهم ولا الواطي تودون الشيء اللي انتم تبونه صحن كريستال شيء من ذهب من فضه على هواكم يقين شغلهم روحهم هم تغليفهم روعه واتقان بنحط لكم حسابهم حساب يستحق المتابعة وعندهم براندات بين فترة والثانية ينزلون أشياء جديدة بأشكال جديدة والطعم بعد مختلف الله ييسر أمورهم أمورهم أمور كل مسلم. كل بيت طالت عماركم ببنديرته كل بيت ببنديرته اليوم الصبح يا غير بيتنا نحن تبارك الرحمن بيت أبو محمد الله مجعل بيتنا عامر يا رب العالمين بيتنا وبيت المسلمين أجمعين غير عن كل بيت. هي نعم ما يطيح العلم أبدا ما يطيح خطف يا الله منك يا الله ما يطيح العلم دوم قيض وشتاء ليل ونهار. هي أيام المناسبات اللي مثل اليوم لازم يتغير ينحط علم لنك جديد جديد يصالج وحجمه أكبر عن كل الإعلام يتم عادل مدة أسبوعين ثلاثة وخلاف رد العلم عاد اللي أدنى شويونه أسب الهويات وهذا ما يطرطر. هذا عاد من الإعلام الجديد اللي تم ماخذينه ماخذينه ب 47 بعد العام كانوا يبيعونه على 37 السنة زادوا 10. أما في بلادنا طالت أعماركم فالعلم حن ورن وصيت وسمعه منذ الخليقة من استوت الدار واللي عليها الأول العلم سردال سرادلة البحر الكبار أمثال حياة خميس بن خلف وبن خدية القبيسي وغير من السرادلة الكبار من العرب اللي فيها خير كلهم الأوليين كلهم طالت عماركم لهم قوانين ولهم شرع وطقوس ما يشرع حد ولا يجي عند البندر ولا يجي قرب الدار ولا يرد البلاد قبل ما ينشر العلم الطير البنديرة من الطير البنادير عرفوا ان ابويا قفال نيشانهم العلم في فرحهم العلم في مناسباتهم العلم في سيرتهم ييتهم العلم في كل مناسباتهم حتى يوم بيون الحياي الحجاج من يجون كل البيت كل بيت وقت عيد الحج عليه بندير عليه بندير علم طول وعرض عرض علم الدولة لازم فوق البيت يعرفون البيت هذا عند حياي جايين الحياي حين جايين الحجاج من بيت الله أدوا فرضهم وحجوا ويو يعرفون البيت هذا إن في حجاج منو من وين نشانهم العلم من يشوفون بيت عليه علم وقت الحج قالوا هي علم الحجاج حد ساير عندهم الحي هالجماعة البيت الفلانيين حد ساير الحج عندهم حد ساير عندهم يحج تخبروا عاد عرفوا ان الفلانيين سايرين يحجون اللم ولا الابو ولا العيال ولا البنيات ولا اللي يكون فيعرفون نيشان البيت من العلم العرس من العلم كل فرح كل الاول طالت عماركم الاول يعني قبل 40 و 35 سنه و 27 سنه الاول بنشوف سيايير محبي عرس كل سيايرهم عليهن اعلام كل السيايير ما شيء سيارة ما عليها علم وبالأخص هذا ربع المعرس يفزعون له الأول يوم يستوي العرس ما شيء مطبخ وغير مطبخ يون طبابيخ
ما شيء مشكله، لكن الحطب منو اللي يجيبه؟ يبون الشباب اخوان شمع يصيرون عجيج، يصيرون الغضاء، يحطبون يمزرون البيت قدام البيت، تشوف يوميا بكب وبكبين، استوت واستوتين، استوت واستوتين، مزرات كروزرات مشحونات لين عينهن كلهن حطبان غضاء وسمر يحطبون. وين عرفوا ان البيت هذا فيه عرس؟ سيايير لي سايري لي سايرات يحطبن ليصيرون يحطبون حين يشاركون معاريس بالعرس، فتلقط كل السيايير لي سايره تحطب بعلامهم، لي ساير عند المعاريس بعلامهم، لي شايلين الزهاب بعلامهم، سيايير المعازيب بعلامهم، الساير الفريج كله من يستوي العرس من اوله لين اخره حطوا بيبات نشور من اول مداخل الفريج لين بيت المعاريس كله نشور، يستوي عيد الجلوس نشور، عيد الاتحاد نشور، كل مناسبه حد من مربي والبيت الله رزقهم ولد ومن عقب فرحه وهذا حطوا نشور وسووا العياله وسووا الرزفه ورؤيه الشباب واللي يتحويل واللي يحورب، والحمد لله هذا فرحه الوطن، العلم فرحه وطن في الامارات، ما من اليوم ما من قبل ما يستوي الاتحاد وقبل البترول وقبل الدراسه وقبل السوشيال ميديا، نحن لحقنا واغلبيتكم انتم الحين المتابعين اني اصغر عمري اقول لكم ما لحقت، لا والله لحقت، واغلبيتكم انتم اللي تتابعوني كلكم لحقتوا وشفتوا، لكم عين رأت واذن سمعت ورجل وقفت، كلنا شفنا وحضرنا وشهدنا على العلم وقته متى استعماله وله قدر كان وما زال وإلى يوم يبعثون. مندور عز غير عزه الله لا عزه، مندور عز غير عزه الله لا عزه. شيء عزك أنت غير بنديرة دارك؟ شيء عزك أنت غير باحترامك لشعار؟ فلذلك البلد بالأخص عاصمتنا الحبيبة إماراتنا كلها، لكن العاصمة لأن فيها الرؤساء وتيها فيها الوزارات وفيها السفارات، فلذلك تلقط في كل مناسبة كانت صغيرة ولا كبيرة تتوشح الدار كلها بإعلام الدولة، تلقط بنادير على الليتات على الشوارع على الزراعة على المباني على الوزارات، لدرجة حتى الأول وقت اللي خطب على السيايير، على السيايير وين ما تصير كل سيارة بنشرها. الحمد لله رب العالمين، يلا انك تحفظها من دار وتحفظ ان شاء الله قادتها يا ربي وتحفظها من كل شر وضر. الحين وايدين والله يقولون والله وين مهوير القوايل؟ ابوي انا ما اصير منه الدرب، انا ما اصير الا لاجل الشيء اللي فيه خير، الشيء اللي ينفع الوادم، اعلان جميل فنان مميز المكان مميز. مثل ما تعرفون انا معلن رسمي عقد سنوي لجماعة شركة المندوز، وإن شاء الله اليوم شيء إعلان مميز عن شيء مميز وحدث كذلك مميز وبضاعة مميزة، ما يبقى لكلام. المندوز جميع أفرعهم اللي في دول مجلس التعاون سامانهم وأغراضهم كله مميز، فلذلك نحن سايرين نخبركم عن الأشياء المميزة والفعاليات المميزة عندهم والأوفرات المميزة اللي ما كنت استويت أوفرات بهالطريقة وبهالحجم، هذا كله اليوم بنظهر لكم إياه من مندوزهم العود اللي ما شيء كبره مندوز هالدنيا العودة، مندوز شركة المندوز، مندوزهم في أما تشتهي النفس وترغب، مندوزهم في أما حاشة الدنيا كلها في بطن هاك المندوز. الأول مندوز العروس في قلم من ذل شيء لا يذكر، الحين مندوزهم أبوي هاي فيه أما لذة وطاب وعندهم الأوفرات اللي حين بنخبركم عنها إذا الله جعلنا من الحي قريب، حين سارين معرضهم اللي في المرور. أنا طالت عماركم جاي هالموقع أرضية هالبناية المبروكة كاملة كلها، هذه أرضية المندوز ومن 25% لين 75%، هذا ابويا كله ابويا محتوى المندوس. شو مندوس مكبره كما اقول لكم، قاعده بنايه كامله، ارضيه بنايه كامله، حياتكم شفتوا مندوس هالمتن. هنا الينا هاي نعولي الله يعز مايكه وسامعين، اخذ نعولهم الحين لي سنه كامله
وديزاينات تم ابوي شيء منهم من الاولي وشيء من الجديد، لكن الاغلبيه كلها ديزاينات جديده على ما تشوفون. صناعه رقم واحد ولايتيات لك وللزمن، ولا يبلن هاي اللي علي انا من العام ماخوذات، تحرها انت وهن ماخوذات، تحرها انت وهن يداد يعني لنك اشياء اشكال غريبه وعجيبه وعديده، يعني ما تروم تحصر حينه في سناب شات تصور اللي عندهم كله، كم بتصور يبال ابوي 200 سناب. فلذلك ابوي المعرض كبير والمحتوى عديد والديزاينات كثيره، وكم بتطالع كلهن زينات، والالوان يعني ما شيء تقول بتلقط لون ما يعيبك ما بتلقطه من هالمقاس ولا الديزاين ولا المدير، كله موجود يرضون جميع الاذواق. كلكم طالت عماركم، المحل يزح، سمعتوه اللي يزح، يعني شوي وترمون تنزفون من المحتوى اللي فيه، أشكال غريبة عجيبة ما توجد إلا عندهم هم، روحهم إبداعاتهم، إبداعات شباب ذويقة بألوان تعجب وترضي جميع الأذواق، ما تلقط شيء مش موجود عندهم. جميع أفرعهم بما فيهم السعودية، بما فيهم السعودية ها كلها الديزاينات موجودة بوي في الإمارات وجميع أفرعهم اللي في دول مجلس التعاون، لكن التخفيض اللي هو من 25% إلى 75% في المملكة ودولة الإمارات، صح؟ ها؟ دبي ومسقط ما فيها. دبي ومسقط ما شيء فيها. هذا بغنية ما هذا. نتذكر اليوم طالت عماركم، السعر هذا اللي تشوفونه 199 درهم، قول يعني 200 درهم. كل الكولكشن هاللي صورناه لكم اياها، كلهن الموديلات هاللي تشوفونهن، كم كان سالم قبل؟ 700. على 700 كان، بين 700 و800، حاليا على كم؟ عن ال 200 درهم قاصر، 199. خليتوهن انتم 200، يعني عروه هذه يعني؟ اي والله. أنا ما كشفت إن هالشيء لون هبه على فكرة. كولكشن هذا شيء من المخرم وشيء من الساد وشيء بألوان غريبة عجيبة. أقول لك يعني ما يستوي إنك بالتصوير مستحي. هذا كله كان على 800، حاليا على 500 قاصر ربية. زين أشكال موديلات عديدة وكثيرة، وايد أشياء حلوة عندهم، أشياءهم جميلة وفنانة يعني. جلودكم الشيء سالم؟ جلود طبعا طبيعيه. اي في نعام وفي جلود بطاريه مرفوعه وفي جلود فاشن ابو محمد، يعني مثلا عندك هذا نعم الفنش ماله رابر بس بشكل برنتد كروكودايل. ايوه هذا نفس الشيء رابر لكن برنت مختلف. تشوفون الطرف هذا كامل كله يلد غزال، كل هذا اللي تشوفونه يلد غزال يدريف وخفيف. اي والله نعيم باغني. صرنا مندوس مرة ما زال نلع على رويلاتي، رويلاتي بعدين بدي كير عاد وبني كير. اشوف منهل شو لبس اشوف هي حافظ على منهل، حافظ على ابراهيم وعقها هاي شو مرة قضيت حياتي ولالي في الهوى راده عند الله علينا. اي والله يقولك مال بلاش كثر منه. انا يوم جيت هاك الايام على كم؟ على 800 ها؟ بيعتوا اياهن؟ على 800. الحين على كم كانت تبون الصدق؟ ها؟ على 400 النص. هاي يسمونهن الموديلات الكلاسيك. الكلاسيك الاوليات. الكلاسيك الاوليات الجميلات اللي ماشي شراته. واللي يميز المندوس الله يحفظكم الحافه هذه ما فيها هايش اللي يرح سقف الريل، لا نعيم تحرها مسحول بمسحل. اي والله في وين مكان نعام؟ وين؟ عماركم هاي اللي تشوفونه كله يلد نعام. كم كان سالم هاي قبل؟ هذيلا كانوا ب 1400 وحاليا طالت عماركم على 899. 900 يعني 899 يا رجال. اي والله والله جميلات كانت الورصة. انا عندي بعد من هاي اخذت العام منها، الحين لو اراويكم اياها في البيت عندي من جميع هالاشياء. انا
اعطوني اياه تسوي لي خصم لك، اما بالخصم اللي ياز لي وايد عون نقام انتم كان تبون الصدق العام اي والله انت وايد اقولها ما رمت تقول كلام اللي قلت. لا وايد انزين الموديلات الجديده نعم. 2020 هذه من اول ما تدخل الحفيز عليك اليمين هاي كلها موديلات يسمونها موديلات 2020 لين صفها هاي كامله ها عاملين هناك هذا كله 2020 انزين ها شو بلاهن هذول عليهم خصم 10% نعم بياخذ زود عن ثنتين بيكون 20% شوف انت شوفون كلهن اخذت منهن شو السبب يا زلي خف الريشه عندهم ابوي 5 الوان اخذت ابوي من كل لون وحده اخذت من كل لون وحده شوف خف الريشه الفينيشينج في منتهى الروعه وخفاف وزينات في للمشي وهذا عاد الحين وقته هذا اسمه ابو محمد هذا مكتوب هنا كلاود يعني سحاب كانك ابوي تمشي على قطن هي والله ملمس النعيم وريفات ولا يكب انك تقول شيء بسقف الريل ولا وين الشعب وايد زينات وخفاف واسعارهم كم بالله عليك سالم هذا اللي هني سعره مبونة 400 والحين عليه خصم صار 300 والباقي هذا مبونة 380 استوى ب 285 25% عليها شوف انت الشباب ابوي يتروعون يصورون قال كل حد الحين يجي اقول بنصور قال ابوي لا تروع ليش قلت يتروعون ابوي اللي شغله واللي يتروع من حرمته واللي يتروع من خطيبته واللي والدنيا ممنوع اصورك ابدا ممنوع مره ما شايفيك حيلة لا حول اقول لكم انا الشيء اللي يوزلي الحين اللي صورته كثير الكثير الكثير موقعهم على الانستغرام وموقعهم على الواتساب امكانك تختار اللي تبغاه وتحاسب اونلاين ويوصلك لين عقر دارك ما يبسل وتاخذك وين يوصلك عقر دارك وين تكون ان شاء الله تكون في بقيك تكون في دارين تكون في راس تنوره في سيهات في ليوه في كمزار في خورفكان في دبي الشارجه عمان مخيليف الرده صحار كل شيء يوصل شيء من النعول اللي تبونها ويوزلكم مثلا الحين يابوا لي انا هاي يابوها انا لي قالوا يربهن يا زلي زين لكن انا ما اريد الكروكوداي انا باب ويا مال نعام قال ابوي الروم اللي يطلب الميديل اللي هو يختاره ويختار نوع اليلد اللي يباه بيبل السمبل يبل الكروكوداي على هوا والله يا ابوكم ها سمعتوها هاي اغنيه موز الخميس الاول وطي اليديد وسرعيبي شليني مسكت العود عند الدخاتر والطبيبي ايه هاي ابوي وياها طلبك كليت بالصحون كليت العنب والخوخ كله ما لد لي غيرك يا زيتون ابوي كل ابوي عندنا ندوس كل ابوي نواتقهم وما يختص طالت اعماركم في الكلاود اما عاده الممشى فيهن هذا ممشاهن روحه اسطوره وحديث والله يا ابوكم ما تحس بالمشي ما كأنك تمشي هاي أظني الشاعر اللي غنى أغنية وطي اليديد وسرعيبي شليني مسكت العود عند الدخاتر والطبيبي كان متنبئ بصناعة هالنوع من النعول وهالجواتي ترى أرضية النعول هايين والجواتي يعني نفس الشيء نفس الماتيريال اللي هو هذا اللي كأنك تمشي على سحاب ترى وايدة أشكال عندهم وأنواع وأحجام شالات وين الشالات أحيد العام عندكم شالات هاي شالات شو الحين شالات عادية؟ شالات كشميرية هذه كلهن هذا كلهن مصنوعات حق المندوس بالأخص أشوف الله عليك فتح لي هذا شوف أنت ها ما أعطيتوني أنا منها يا الله عندي فيديو أنت لابس وحدة والله أنك معرس في ذمتك نعم يعني ما روما قص عليكم قل ما أعطيتوني وتعطوني مرة ثانية حشيبك ما ينقص عليهم أنا مصوريني فيديو بالله عليك لا عندي لابس انتها اول ما ين بس هي. تنسى انت ابو محمد انسى ليه؟ يعني حبيت تعطوني لو بعطيني مو فالك طيب فالك ما يخيب شو هاي غاويات بتر حق هالمقانيص وينكم يا هالمقانيص وينكم يا هالمقانيص فوق عن الزين زين لي بس هذه اللي بمشوي شير لي مال حلب الجيش بيمع للوان قسم خاص ابوي للي بي وعياله وياه من سنة كم لين كم شيء صغارية؟ من قياس 24 لين 38 ايه هذه أسعارها ما بين 175 و 200
والله أشياء جميلة عندهم وايد وايد مديلات لا تعد ولا تحسبوي. اللي يبي يدخل بوي أونلاين ويشيك ويطالع اللي بيتنقى واللي بياخذ واللي يعني وايد الأشياء. كم بطالع كم بطالع العرض وايد والمعروض وايد والديزاينات والأشكال. أنا بحياتي أصلا ما كنت دخلت حفيز ولقطت هالكثر هالكم الهائل منهن. ما كنت لقطت أنا هالأشياء أول مرة بحياتي أشوف هالنمونة. وهذا موجود في جميع معارضهم اللي في جميع دول مجلس التعاون. وحاليا الأوفر عليهم من 25% إلى 75. كم برويكم وكم بصور وكم بقول وكم بناني وكم بقول وكم بغني. شو أهم شيء في قسم النسائي؟ الخصم هي. الخصم 50% نعم. على الشنط النسائية هي. الموديل هذا كان سعره 1400 من الشنط صار 700 درهم. زين ها صناعتهن وين الحين سالم؟ صناعة إمارات هاي. كل صناعة إماراتية وجلودهن؟ جلود طبيعية شوف انت الفينيشينج بالله عليكم والله ولا اي براند في الدنيا يقدر يستمتع. هاي الشنطه يوزن عام ابو محمد سعرها مبونها 3780 الحين استوت ب 1080. هاي هن كلاتش ولا غيرها؟ يوزن عام مره. لا المديل شريت مديل الكلاتش كان اظن الكلاتش شويه اقصر عنهن وشويه كانهن اضعف نفس الشيء. والله يا ابوك الاشياء تاخذ العقل فوق عن الزين. زين هي حافظ على البربل. انها سالم كانت ب 1400 حاليا 50% الخصم يعني 700 درهم الفينيشنج والقضه ترى حيبه تسوى وتستاهل. كل اشياءهم جميله ومميزه ما لهن شبيه ولا مثل. ريمن تربى في غتل هي والله شام جميله يعني غير نمونة. كل أشياءهم فنانة. سمعتوها لو أغنية كعب الغزال يا متحني الدم الغزال. هي والله أقول وعيد وكرر وزيد لين هذا أنكم أنتم أبوي في مكان مميز ومصنعية مميزة وشغل مميز وبضاعة مميزة ناهيك عن الجلود المميزة والتصاميم المميزة بكل ما تعني الكلمة من معنى. بنحط لكم انستغرام وحساباتهم وعلمهم وخبرهم. لكن أنا في نظرية أنا عني أنا أفضل اللي بيي وعلى عينك يا تاجر مثل ما قالوا تروم تأتي وتطالع روحك مكان حفيز طوله طول وعرض عرض قميضة أنك تأخذ أونلاين. أنا يعني ما أشتري أونلاين. أنا يعيبني أي لأني أنا ما الأول. لكن الناس اللي من غيري يعيبهم أبوي أونلاين يكون شيء واضح عندهم. أنا أشوفه غير. أنا لازم أزخ بيدي وأشوف بعيني وخلاف أشتري. هي والله كل إنسان وعقليته. أما عاد عن الشالات فكل الصوف هذا تشوفونه كل الصوف كشميري. صوف كشميري صناعة إيطالية. أنا متأكد يقين 100% والملمس حدث ولا حرج حدث ولا حرج. شوف الجنس وجميع المقاسات وجميع الألوان جميع المقاسات وجميع الألوان بسيرة المقانيس والسفير وللي يبي يلبس عليه قطرة وعقاب واللي يبي يتمصر بهم للسير وللقيد للبر وللبحر. وأهم شيء هو يهلب المقناص يهلب المقناص لا يفوتكم. ها على ما تشوفون الزين دانك والعزاء والعدال دانكين وقلنا لكم ما بغى شيء بدك شيء عليك ابوي زين لو غليت منه عند المندوس كل شيء زين. صندوق المندوس لو قلنا لكم فيه دشبر العروس الحين حتى الشالات الصوف الكشميري موجودات عندهم. هبلنا نعول كل شيء موجود عندهم نعول الحريمي. كل ما قلنا حق حد بنصورك ما طاع. كل ما قلنا حق بنصورك ما طاع. يتربعون في هذا زي احب من حكي ما تبين انت على فكره برايني برايك يا زلك شيء اه نعم يا زلك. شو اللي اخذت الحينه نعوم اثنين وفي كفر شفت مال اصحاب هنا هي زي اعطوك التخفيض ولا لا بعد ما اعطاني. الو الحبيب تخفيض ديسكاونت
ديسكاونت هذا 50% الثانية 10%. أشكر فنك. أيوة بارك الله فيك. وعمرك إن شاء الله. الحين صورناك من بعيد ما حد يعرف ما عليه ها؟ إن شاء الله. إنزين أقولك دوم تيهم؟ نعم دوم إيه. ويوزك سامانهم؟ إيه نعم نعمل ما شاء الله وايد زينة. وألوان ألوان عديدة وموديلات وايدة. الله يوفقنا إن شاء الله يوفقكم ويوفق أمة محمد الجمعية. أما يازلك السعر بس خبرني. وعمرك إن شاء الله. الحين يعني التصوير ما بتخليه أصورك؟ لا. لا من بعيد ولا من قريب؟ عندك قريب إن شاء الله قريبة. زين شيء يازلك؟ نعم. شو خدت الحين؟ خدت من هاي الفتاة. هي. هاي السودة. هي. واللي فوق وشاور على السكتشر. والله هاي وايد زين أنا خدت من كل الألوان. هذا اسمه كلاود. اسمه كلاود هاي كأنك تمشي على سحاب. كأنك تمشي على سحاب. يلا ملبوس العافية. ما صورتك تراني وجهك ما صورته. أطرافك صورته. الله يحافظك يبارك في حياتك. أعطوك سعر زين ولا؟ هلو. سبيشل هني برايس ديسكاونت 50% 50 اشكر فنك والدينا والديك حبيبي الله يحفظك هالدنيا انا ابوي كلها خمخمته كل هالدنيا اللي تشوفونها شيء فري شيء بلاش شيء بيزات والدنيا مطازه سالم محلكم في السعوديه في وين في الدمام في الحسا في القطيف في الرياض في شارع التحلية ها في الرياض في شارع التحلية هي في وين يعني في اي مكان في الرياض في شارع التحليه بس هي. زين السلام عليكم محمد ودي فارج هالشيء لك اسف طيب هذا عيال تشبث بالحياه عاد ولا يسرق حالنا وجدنا الى دم ما اريد لا جلود ولا رفقه رجال من طلعت ابو محمد وهو مشغل السناب ولا تدق ولا تتحيس اليوم ركب سماعه وطالع على راحتك قال انا ما طالع انا طول عليه هني شاب كنا بالتليفون واسمع سوالف محمد رفع ريوله يخف البره الرجال سوالي مصيبه براسي انا عندي بعد عرب عندي متابعين ارد عليهم بصور ما رحت اصور روح يعني والله بدخش اصبح وتمسي بدل ما والله طرنا المهرجان العامي ولا قوه نروح ناخذ الجو نستانس وبغير جو تصبح مخور تمشي مخور ولا رياضه ولا اكل طيب حتى ما رو مرمس وهنا بالسهر ولعب زنجفه ورقه زنجفه فوت سقا صدقه 15 راس رياضه 15 فوت ما ادري شو جددنا الاثار يا الله بطولة الاعمار محمد العام تغدينا معاكني اي والله تغدينا معاكني ونتريى العبار هاي الاجواء نبدا دلمة لو ما تشي دلمة خريجه نشربه لاجل المحبين والصباح يوم من في فريجه يسوى انقاطوا البلادين ها اليوم طالت عماركم بتسوي لنا طبخه شو هدي بتسوي الاوزي نص كيلو لحم نص كيلو بازاليا 500 جرام رز يعني نص كيلو نص كيلو نص كيلو ايوه هي. تمام نحتاج لطبخ الرز البازاليا ملح فلفل بهار بهار سبع بهارات رشه قرفه شوية هيل ومسمار وقرنفل. إيه. بعدين. شو سبع البهارات هذا؟ هذا سبع بهارات اسمه. نحن بمطبخنا السوري. إيه. وهذا بهار اللحم. إيه. بعد مطبخكم السوري؟ لا هذا نحن أخذناه من عندكم. زين شكراً. زين. وهذا ورق الأوزي بعد ما نخلص طبخ نلف الدقائق من تحت وخمس دقائق من فوق تحمر معانا الأوزي. يا سلام يا سلام والخير بغيت تتكون. وهذا طالع عماركم الأوزي المرحلة النهائية سمعوا الصوت كيف نبي عينك خرسان هذا هو الأوزي اللي خبرناكم عنه وصورنا لكم إياه طريقة وعلمه وخبره كل شيء قدامكم إنك أنت تروم تاكل بخاشوقة ما بتروم ما يبالك انا فوق على الزين زين ارفع الشاشه وادخل وتشوف الطريقه والمكونات والعلم والخبر مع طريقه الاوزي من الاكلات والاطباق الشاميه المعروفه بسم الله الرحمن الرحيم واحد أقول لكم ساعة حطيت لكم هب حطيت لكم ولبست النعول هل السوادي في الباطنة
في منطقة السوادي أو أغلب الهالباطن يسمون النعال وطية ويسمونها نعال، وحد يسميه مداس، لا غير الاسم تعرف عليه باللهجة المحلية في البواطن والحيور، عند في الحير والباطنة، ما في مسكت أغلبية هالحير وهالباطنة يسمونها وطية. فلذلك هي يوم غنت قالت وطي لي يديدي واسرع عيبي شليني مسكت العودة عند الدخاتر والطبيبي. ها حين بنسمعكم صوتها. توفت من سنين، قبل زمان وايد توفت، يمكن أظن من 30 سنة. هذا اللي حين يشتغل هذا مبزمر، هذا يسمونه روغ، روغ غير عن الزمر. سلمى الدنيوي، سلمى الدنيا، سلمى الدنيوي مرت عليه باجي في حيران، هي الدنيا خطفت عليها والدهر. اي والله الأغنية هذه من 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 أجمل وأحب الأغاني عندي كانت في الوقت اللي خطف. فالأغنية فيها بيت حين في اليوتيوب ما لقطت اللي هو فيه وطي اليديد وسرع عيبي شليني مسكت العودة عند الدخاتر والطبيبي، ما لقطت، لكن عندي في الشريطات، اللي عندي في الشريطات الأولية عندي صناديق لشرطة فيهن. أقولكم ما لقطت البيت هذا من النشيد أو الأغنية. فأقولكم موز خميس من منطقة السوادي، من منطقة السوادي في الباطنة، من منطقة السوادي في الباطنة، عاشت وحيت وماتت في البحرين، تسجلت في الاستديوهات كل أغانيها في صوت الجزيرة أظني في البحرين، وتوفت يمكن قبل 27 أو 30 سنة. في آخر أيامها سار طرشوا جماعة من أبوظبي ناس استديو سجلوا أغانيها هي مع فنانة هاي اسمها شهربان. غير عاد آخر أيامها شدة مخرفة الله يغفر لها ويحلها ويبيحها ويسامحنا ويسامحها، هي مخرفة لكان مال غصب زور، لبسوها حجاب وغصب زور ونفنوف بعد غير نمونة ويلسوها في مكان ويلسوها خلوها تغني، لكان كان لغنى يعني 90% من الكلمات كلها متلخبطة، والكورال اللي وياها والاستوي يعني عندي أنا التسجيلات موجودات إن شاء الله أني بنزلكم كم مقطع في منهم في الأيام الجاية. مسكينة بدسمالها ومنديلها ولاب في الراسة، وقبل ما تتوفى بمدة غنت هالكم من أغنية موجود عندي الاستديو، لكن كانت مخرفة، كانت مخرفة يعني تعق خيط وخيط، يعني من الكل أغنية يمكن بيتين صح والباقي كله غلط، الإيقاع في ينب والموسيقى في ينب بتعيدهم بعد شرحت شفتوا لأصلي ويرقص يرقص الأصلي ما يعرف يرقص صغير والسب إن الإيقاع في ينب ولا تشميت في ينب. ترى على فكرة الأصلي أي إنسان أصمخ ما يعرف يرقص والسب شو اللحن ما يسمعه كيف بيرقص، حد يرقص على هو يعني على ترى ما يسمع، اللي ما يسمع وين يعرف يرقص؟ هي والله بشيركم ابوي ما صرت الجيم اليوم، شو السبب؟
وقت رقادي يعني من عقب ما اصلي العصر ارقد لي نص ساعه ساعه الا ربع عصر زايد تراني يعني اسم الفير علشان اروم اتمرن لازم ارقد اقيد لو حتى نص ساعه يسدني قيس الا ما طفي عيني. انزين ترى صرت عند مندوز شركه المندوز طالعنا النعل شرينا سوينا اعلاننا عيمنا الله خير ورديت وتغديت اغسل يدي لاني اقول الله اكبر المغرب ما في ابوي انا حيل وقوه لين هكر لو بعد في شده عفاريت سليمان بن داود ما بروم اسير الجب والله اني اتصلت حق الكابتن وقلت له ابوي سامحني اتوكل على الله باكر لابد ولا عذر انك تقول ما ان شاء الله وهي والله اذا الله جعلنا من الحيين انه ما تبينك. انزين وين بسير وين ساير الحين؟ ساير ضالت عماركم السعديات ساير اتعشى هناك السعديات عند واحد من ربع قال يا لسنا واحد من ربعي يا ابو محمد دامك هب ساير الجيم وتعال عندنا حاطين عشانه انت ابوي حاطين عشاكم ولا محمد بن زايد قال انت رياك عندنا نحن حتى العشاء ما صلينا تتوكل على الله تريوني بالساعة 9 قاصر زايد شوية مني وشوية منك بكون ابوي عندكم قال ان شاء الله ترياك على سال لهم بيتم هاي الفل اللي على البحر اللي تغني يا ليل فله تغني يا ليل موقعهم ياخذ العقل ان شاء الله يكون شيء ليتاج جدا البحر هناك في السعديات حق روما سجا اصور البحر ولا شيء الحين يبوك ما اسير بقعه اذا ما شيء مكان يستاهل التصوير حتى ما داني اسير كله منكم كله منكم كله منكم هي والله بقعه اللي ما اصور فيها حتى ما يهنيني اسير لها لان ما فيها تصوير ما بتشاركوني ناوي ينقمهم نقمه لو ما بحاطين علم لكن الله رحمهم انهم حاطين علم ما بالعلم عادي علم ابدا ساريه وعلم وخبر ما بساري عادي ساري شيوخيه يعني ساري هالاشارات اللي في الوزارات والله البقعه ينها غير نمونه ما شاء الله تبارك الرحمن اول مره هي هالبقعه ما جديته ما جديته المكان هذا ما جديته هاي ابوي هذا اول ما يت هاي اول هديه اول هديه حلوه حلوه وخبز رقاق منو بيضعف الله يبوكم ما حد يضعف حلوه وخبز رقاق اول ما يت ها فال المساء ودرتم ابوي في الميل الظهر تخاري طالع المنظر الخارجي والجلسه الخارجيه ما شاء الله تبارك الرحمن بلاد السعديات كبار ما شاء الله بلاد وحده كبار وهي الجلسه الخارجيه عندهم جلستهم هني فيزرون وقالوا قيل ورمسوا عندك دونك للكبار والله مرة مشاهدات البحر ورملة السعديات شو خليت رملة السعديات سيفة السعديات ما شي شارعتها سيفة في الدنيا العودة روعة مكان روعة ما شاء الله مكان روعة ياخذ العقل هذا بعد ما مر ظني الخدمات جنة في المطابخ يظهر خارج البيت هالنمون شو يفصل بين وبين السيف رملة بخبركم الحي يحييك بيتهم زد عن البيوت الباجية البيوت أغلبية تكلها شابية يحاتون أبوي الكهرباء ولا بيت أبوي هلين جاي عندهم يلضب كبرة بيتهم يلضب كبرة دون عن البيوت كلها جعلوني الكاذب وغير الصادق كلها البيوت شابية ما عدا بيتهم تحرم عريس ما شاء الله عليهم ما تنقز إلا السمين ما تنقز إلا السمين ما تنقز إلا السمين طيب الله عليكم منظر ما زينة طالع صليج صليج القمر في البحر شو قادي تبارك الرحمن ما شاء الله عليك يا أبو ظبي ما شاء الله عليك يا أبو ظبي يا الله يا رب إنك تحافظها من دار تطرح البركة فيها وفي حكامها وقادتها ومن سكن فيها يا رب وشعبها كامل وترحم الأموات تحفظ الأحياء تدفع الشر والبلاء. أقولكم لما ننكم ساعة قلت لكم بدور لكم تسجيل مع الموزة خميس وبحط لكم إياه اللي هي موزة خميس مطربة من الرعيل الأول من الستينات والخمسينات والأربعينات اللي كان اللي من هالسوادي من الباطن من ولاية بركة وسارت وديرت البحرين وعاشت وكبرت وتوفت هناك حالها حال اللي عاشوا هناك
المرأة طالت عماركم لقيت لكم الحفل اللي قلت لكم يودع عندي بسنين، وحين أول مرة بحط لكم إياها يعني شيء بسيط يعني لا يذكر لك، بتشوفون بتعيبكم. أغنيتها هذه كذ خرفت مسكينة. هاي الشهربان المطربات البحرين شعبيات الأوليات. حليل معدا الردادة الكورس ما يعرفون، ما يعرفون لغناها يعني، هاي تغني قصيد وقصيدها مال الأولي يعني، وما بمقابضين شيء. نسى تحيينة ندوكم الله يرحمها. بعد حليل هي والله يغفرها الله يرحمها. هي والله فقيرة توفت مسنين منها وماتت، ها تلايا عادة تلايا وقت حينة. هي والله يعضلونها ويذكرونها بالكلمات، يا الله يا الله تقبض كلهم حينة. حليل بعد بعد المجولع وين صاير؟ يرحمها برحمته الله، يا رب انك تغفر. ابا الله اكبر الله يرحمها يا رب تروح على الجنة. من مطربات الشعبيات القديمات اللي ما غنى حد عقبهن ولا قبلهم، من المطربات الأوليات اللي يعني لها حنة ورنة وصدى واستديوهات، فنانة معتبرة، لكن الحين آخر زمانها عادة. الله يرحمها ويرحمنا برحمته. طالت عماركم اني انا لو مساعر مسنا عن موضوع يوم بيسوي العرس تفازعوا الشباب وساره واللي صاير يحطب واللي صاير يعني وايد الامور الكثيره وقت العرس من هاي لك الشله الاوليه. سعيد بن كداس، سعيد سلام عليك. مرحبا يا ابو محمد. ايش حالك؟ الله يحفظك خير وبنعم انا طول عمرك الله يحفظك ويسلمك. مرحبا. ساعه كنت اسولك عن الجماعه الاوليين اللي في جيلنا واللي قبلنا بشويه. ايام سيره يوم العراس والعراس ماي المعرس ما يشيل هم، كل ربعه يشلونه. نعم صادق يتعاونون طال عمرك. زمان الاوليين غير الوقت الحالي، الواحد يوم بيعرس من عيال عمه ولا عيال خاله تعاونوا والكل ودفعوا اللي يقدرون عليه عشان يشلونه. هنا واتوقع ان هذا الوقت احنا والمعونه دائما تكون ما بالماده، اللي ما يقدر يدفع بالماده يدفع باشياء ثانيه، يطرش الذباح يطرش لهم حوار من هذا الغبي اللي الله مقدرنا اللي الله مقدرنا واللي ما عنده واللي ما عنده بالكلمة الطيبة طال عمرك. هي والله يصير يرزف. نعم ويتحويل. نعم. ويحورب. هذا واجب. هي والله وهاي الأعراس نفتقدها طال عمرك الحين. سبحان الله والله يوفق كل معرس. آمين إن شاء الله. سعيد بن كداس. نعم طال عمرك. حياة الوالد الله يغفر له. شيء من القصيدة اللي توك عديتها ونحن داخل ظهرنا خارج أثبت عدها اللي شاشي فيها بن ثاني. نعم يقول يا بن ثاني صويبي حالي من الخلان، أذكر جنب لبيبي بو حاجبين قران، راعي الخصر الجبيبي فيه الحقب غرقان، يشبه ظبي الغريبي لي من البعد يا فلان. يا فلان يا مال الجنة الباردة الله يغفر. آمين آمين. سعيد قصيد الوالد اللي يبقى وين يلقط حينه؟ طال عمرك احنا ما نشرناه ولكن عنا كتيبات مسوينها موجودة، وإن شاء الله فالك طيب بايب لك ديوان واحد.
عدة دواوين ترى؟ لا ديوان واحد، احنا كتاب واحد ديوان مسوي له فيه القصائد اللي فيه، يعني في قصائد ما شاء الله اللي جمعناهن من 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 حفظ الصدور يعني. اي نعم اي نعم. لا كانت الله يحفظها اختي هي اللي تكتب قصيد الوالد وتسجله. سبحان الله. نعم. سبحان الله جزاها الله خير. اقول لك ثميريه تونها والله طال عمرك. نعم عيال خالي و الاهل عندي يروحون في الاجازات دائما ثميريه مستمرين عليها. نعم. قالتونها تقال طال عمرك؟ لا ما بلنا هاي ما ترميثات ثاني ما بلنا. انت قوم كداس لكم ثميرية. الثميرية من طرف الام عاد. ايه احنا لنا جزء في الام. ومن طرف الابو؟ من طرف الابو لا ما له شيء في الثميرية. ها لا الوالد ما عنده في الثميرة ما في الثميرية ما له شيء، ولكن ولا عنده بعد مكان في بيت في البحر. ها بيوت البحر اللي عنده بيت في السعديات الاول هذا زمان بس انا ما اعرف عنه صراحه. لا احنا لحقنا الاول شيء صنادج الاول عندهم قبل كداس. يمكن هذا عقب ما شلونا، اذا هم عقب ما شلوهم راحوا المرهوز المرهوز. ايوه هي نعم. قبل كانوا في السعديات وعقب شلوهم ياهم القص وساروا ابوي بارفوز. نعم. وعقب بارفوز ياهم القص وساروا المشرف. المشرف هذا ابوي لا زلنا ولا زال هذا كله. لا حج عليه المشرف خيب. بارك الله بارك الله الله يحفظك يا ابو محمد. لمزيد من المعلومات الحين تشوفون الوادم حد شرق وحد غرب وحد في الجزيرة الفلانية وحد عنده سكنة في الحول الفلانية وشي في شويهات وشي في الطويلة وحد في بعية وحد في السلع وحد في المغيرة وحد في المرفة. هذا الشيء مش شيء حديث، هذا الشيء من قبل ظهور البترول الناس ساكنة في هاي الجزر يا غير. يوم استوى الخير واستوى لا تصير دلمة. دلمة كانت هي العاصمة، عاصمة التجارة. من عقب ما استوت الوظائف والبترول كل النزح وين؟ جدة العاصمة. كل يبى الراحة، كل يبى الوظيفة، يبى الرزق، يبى النصيب. أبو ظبي هي مصدر رأس المال، فمنو ما بيغني لها بالأشواق؟ منو ما يغني حق هالعاصمة بالأشواق؟ فلذلك أبوي الناس تفعل. ودرت. نعم أنا أشهد الناس أبوي ودرت بقعها ويزرها وين مقطوع سرها ويت وين؟ أبو ظبي ودرت البرور ودروا هاليتهم وين مقطوع وين مقطوع الواحد سره وين ما وين مسقط راسه في اليزر في الحول في 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 جرنين في 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 كل في كل بقعه في كل بقعه طايح روسهم ودروا هاي البقعه كلها يا ابوي للراحه. فازمت هاي اليزر للدوله كمحميات حمته من اللوث من القرقعه من الصدع والديان. فازمه محميات تعيش فيها الكائنات الحيه من طير من حمسه من كائنات من السمكان. فازم القانون يحمي الطبيعه بقوه الاتحاد وقوه القانون. اللهم احفظ هذه الدوله حكومه وشعبا. قول امين يا امين. اللهم امين يحفظك ان شاء الله.